تدوزها بأي طريقة، إن فوا كيتقادا كتولي خصك تدبر عليه بأي طريقة. قاف 1324 38 سنة، المخدر البوفا كراك. بديت البوفا على عمر ديال 35 سنة، كنت كنشم واحد شوية وليت تبليت بالبوفا. الحاجة اللي خلاتني ننتقل من شمال البوفا هو أنني كنت تحت في لونتوغاج ديالها، وكان الفضول باش نجرب تا أنا بحال دوك الناس اللي كيديروا علاش ما نجربش تا أنا. ومن بعد ولات التجربة تثبت مشكل كبير في حياتي. إذا المشاكل هو أنه المشاكل اللي تثبت لي فيهم هو أنه خصني نحضر فلوسها بأي طريقة، نقدر نبيع اللي نبيع أي حاجة ديالي، نقدر نتسلف، نقدر نكذب، نقدر ندير شحال من حاجة باش نوفر هذاك المخدر. ضروري خصو يكون، ما خصوش يتقادى. فوق كتكون شاد لا دوز وطالع مطلع الهرمون ديال السعادة راه مزيان. إن فوا كيتقادى كتولي خصك تدبر عليه بأي طريقة. نعم، حاس راسي مدمن ملي مبقيتش كنتحكم في راسي فاش كنكون مقطوع من هاد المادة هادي. مثلا عندي مثلا شي كنت كنخدم كنجمع كنشري شي أرض كنحط فيها فلوسي، كنعاود نشري شي أرض أخرى نحط فيها فلوسي، ولا شي طوموبيل ولا شي حاجة. هادشي كله ملي كنلقى راسي أنا وقفت على الفلوس ديالها كنبيع باش نقدر نشري هداك المخدر. حتى الثمن ديالو غالي، 300 درهم للغرام، كاين كثر سادي بون لا كاليتي. داكشي يعني ما كنبقاش كتمشي للدار كتقول اليوم هاني جاي، كتمشي 3 ايام 4 ايام كيصحاب لهم انت ما عرفتش فين انت راه جالس في هذيك كتبقى جالس كتضرب في البوف، كتبقى هكاك ما كتخليكش تنعس، كتبقى فايق. الحياه الشخصيه والمهنيه والعائليه والمحيط ديالك كله مع المدة كتخسرو، لأنه غتولي كتسلف من عند الناس اللي كتعرفهم. غتقول لهم غنرد لكم، انت ديما الدماغ ديالك مخدر بالبوف. هادشي بلا ما إلا ما درتي شي مشكل اللي غادي شي مشكل خايب اللي غيقدر يديك للحبس، اللي يقدر يديك لشي حاجة. حيت هي كدير لك بارانويا وكتولي كتشك في اقرب الناس ليك، كتشك في واحد الناس المجتمع، كتشك في اي واحد جالس معاك في الطبله كتشك فيه، كتشك في راسك، كتفقد ثقتك في نفسك في المجتمع، كتولي باغي تخبى باغي العزله. يعني كترتب عليها بزاف ديال المشاكل. كنصح حتى شي واحد. الصراحه السبب اللي خلاني نقطع هو انه شفت راسي بانني مابقيتش كنتحكم في راسي، وليت غادي في واحد الطريق اللي ما غاديش تخرجني. الوغ بعض الناس اللي كنعرفهم في حياتي وهذاك قالوا لي بانه راه كاينين دي سونتر، كاين ممكن كاينين دي ناس زعما الناس اللي غيقدروا يساعدوك. فوالا وقلت غادي نمشي للسونتر. فعلا مشيت للسونتر، لقيت ناس اللي صراحه كيتفهموا مزيان هاد المشاكل، بحكم انه كيجيو عندهم بزاف ديال الحالات. انا حاله من طغمي بزاف ديال الحالات. وفاش جيت صراحه الحمد لله صدفونا وسمعوا منا ونصحونا ووجهونا وقلنا شنو نديرو. يعني مراحل العلاج هو انك كتجي للسونتر، وكاينين اطباء، كاينين زعما الناس عندهم تخصصات في هذا المجال. يعني كيشوفوا معاك واش انت خاصك توسبيطاليزا، واش انت ممكن العلاج ديالك يكون غير باغ دي سيونس هنا في السونتر، واش يعني هادو هما المراحل. غادي فاش كيجي الانسان راه كيديروا ليه عند الدوسي ديالو، كيكون عندك الدوسي ديالك وكيقول لك فوالا كاينين دي زاكتيفيتي. الانسان الا قدر مثلا يلهي راسو بلي زاكتيفيتي في السونتر، راه كاين سبور، كاين سكي انفورماتيك، لا ميوزيك، كاين كلشي. يعني الانسان كيولي يعطيوك واحد الجو اللي تبعد عليه على داك لونتوغاج ديالك، حيت الا بقيتي في داك لونتوغاج ما عمرك ما غادي تخرج من هاد البلية هادي. انا فاش شفت العائلة ديالي والناس اللي قرب ليا وخوتي والاصدقاء القرب تاعهم اللي كنعرفهم ما بقاوش كيعرفوا هذاك الشخص، ولا كيشوفوا شخص اخر من موراها، بديت كنحس براسي. مشيت للسونتر، عاودت رجعت هضرت مع راسي شويه من بعد ما وجهوني هاد الامور اللي هاد المراجعه ديال نفسي اللي خلاتني
انني نمشي في هذا البروغرام ديال لاسونتر. فاش مشيت فيه الحمد لله عطى مفعول واستغرقت لمدة تقريبا كل واحد الشهر شهرين كيبقاو ديما كيبقاو دايرين معاك لو سويفي. الحمد لله حتى كتشافى من هذا الحمد لله. دابا المدمن هو واحد الانسان اللي كيتعاطى يوميا. الادمان هو واحد الانسان اللي كيتعاطى لواحد المخدر يوميا ولا كاع بتعاطاش يقدر واحد النهار ولا ان فوا فاش كتوصل لواحد المرحله انك مثلا ما كنتيش كتستعمل واحد المخدر مده ديال شهر شهرين صافي راه ما كنتيش مدمن. هذا هو اللي بغيت نوصل الحمد لله. اخر حاجه غادي ننصح هاد الناس اللي سواء اللي كيستعملوا ولا اللي ناوي يستعمل ما نصحوش بالتجربه حيت هي في الاول غير تجربه والتجربه. واللي كيستعمل غادي ننصحو انه يشوف يمشي لشي سونتر ويزير راسو وراه حتى حاجه ما صعيبه. راه كلشي الانسان الا كانت العزيمه يدير العزيمه راه غادي يحيد اي حاجه. ما يبقاش يسمع دوك الناس اللي كيقولوا لك راك صعيب ما كيتقطعش ما كتقطعوا مع دوك الناس كيحبطوه. انه يزير راسو ويدير العزيمه وراه غادي يشوفوا فاش غيجي لشي سونتر ما يفهمش انه سونتر راه غير سونتر هكاك. خصو يفهم بانه راه كاينين الناس اللي غادي يوجهوه كاين اطباء كاينين الناس عندهم تخصصات. يعني ما ياخذش ديك سونتر غير هكاك كسونتر عادي ما غيدير ليا والو. راه كاينين الناس اللي غادي ينفعوه وغادي يعاونوه كاين اطباء كاينين الناس بزاف بيرسونيل خدامين على قبل هاد المدمن.